يا جماعة الرزق نوعين، رزق مؤقت ورزق دائم. المؤقت مثل الصحة، مثل المال، مثل الولد، مثل التليفون إلى آخره، والدائم هي أعمال صالحة مثل الصلاة، مثل الصدقة، مثل الصيام. المؤقت رح يكون للدنيا، بأي لحظة رح تخسره، لأنه الله قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بينما الدائم رح يكون للآخرة ورح ينفعك ورح يكون مدخر إلك، لأنه الله قال والباقيات الصالحات، معناته هون زائلات هون باقيات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والذكي والفهمان هو اللي يحول الرزق المؤقت إلى رزق دائم. شلون يعني؟ الصحة يغتنمها بالطاعات، المال بالصدقات، الولد تعلمه الصلاة، تعلمه القرآن، بكرة بس تموت يدعي لك، التليفون ما تنشر فيه إلا طيب، فيديوهات تنفع المسلمين بكرة يدعو لك. قال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب كمل. يا جماعة، فيا رب اجعلنا من الأذكياء، أنا وكل واحد يقول آمين. سلام عليكم.